هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان كريم. الحمد لله الذي أعاد علينا هذا اللقاء، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. نواصل حديثنا وبالله التوفيق عن صلح الحديبية وما كان فيه من تنازل ظاهر للعيان عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جملة هذا التنازل قلنا أنهم اتفقوا على أن يردوا كل مسلم جاء إلى المسلمين، كل من جاء مسلما من قريش إلى المسلمين على المسلمين أن يردوه إلى قريش، والعكس لا، كل من هرب من عند المسلمين وذهب إلى قريش لا ترده إلى المسلمين. ما زالت الصحيفة لم يجف مدادها، وجاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي قام بإمضاء الوثيقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا وقيوده في يديه ورجليه وهو يصيح يا معشر المسلمين أنقذوني. فما كان من أبيه سهيل بن عمرو إلا قال يا محمد لقد قضي الأمر، يعني عليك يا محمد أن تنفذ ما اتفقنا عليه. قال نعم، وأمر برد أبي جندل إلى المشركين، فصار يصيح رضي الله عنه أمام الصحابة المجدوهين يا معشر المسلمين تردوني إلى المشركين حتى يردوني عن ديني، ولكنها قضي الأمر. فزاد المسلمون اندهاشا من ذلك، ولكنها الأمانة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق الأمين حتى مع أعدائه. فماذا قال لأبي جندل؟ اذهب فلعل الله يحدث لك من أمرك يسرا. وقد كان، فقد تفلت أبو جندل من عند المشركين وذهب إلى الصحراء ولحق به أمثاله وصاروا يقطعون الطريق على قوافل قريش التي تمر من مكة إلى الشام فيأخذون ما فيها من أموال، حتى ضج أهل قريش وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك هؤلاء عنده. من جملة الاتفاقية
صلح الحديبية أن يبقى الناس آمنين ليس بينهم حرب 10 سنوات كاملة. وكان لهذه الهدنة الفضل الكبير على المسلمين، فقد اختلطوا بالناس وتمكنوا من نشر الإسلام، وتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعث رسله وسفرائه إلى الملوك يدعونهم إلى الإسلام، فكانت بأتم معنى الكلمة هدنة مباركة، وكان فتحا قريبا كما نص على ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذا الصلح الذي رآه الصحابة بالرأي البشري بالنظرة البشرية تنازلا وكأنه هزيمة وذل أمام المشركين، ولكن القادر سبحانه وتعالى اللطيف الخبير هو الذي قدر كل هذا. قلنا كان هذا في السنة 6 للهجرة، وبقي المسلمون أحرارا لا قتال بينهم بين المشركين، وتمكنوا من إيصال الإسلام إلى كل بيت بإذن الله سبحانه وتعالى. في السنة 8 للهجرة نصرت قريش بعضا من حلفائها على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنجد حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم به عليه الصلاة والسلام، فقرر أن يفسخ العقد وأن يغزو قريشا وأن يفتح مكة. حقيقة كان صلح الحديبية إرهاصا ومقدمة لهذا الفتح الكبير، فتح مكة حيث أعادها الله سبحانه وتعالى إلى أهلها، إلى المسلمين الذين هم أحق بها وأهلها. فعلينا أن نفهم هذا وأن نرجع أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ندقق في الأمر ونرى ما لحرية التعبير ولحرية الرأي وللأريحية في الحياة، ما لهذه الأشياء من دور كبير في إيصال الحق لأهله. نعود بعد فاصل قصير بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس له مثيل. نقضت قريش إذن عهدها، فقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، وخرج مناديا باعثا لسفرائه إلى القبائل أنني سأذهب لفتح مكة صلى الله عليه وسلم. فتجمعت له القبائل، وكان عدد الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 10,000. فعندما وصلوا إلى مكان يسمى مر الظهران، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المعسكر، كل فرد من أفراد المعسكر، أن يضيء نارا، يعني أصبح في الوادي 10,000 نار مشتعلة. وكانت قريش قد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يدبر أمرا لكن لا تعرفه، فكانت تبعث العيون حتى يعرفوا ماذا يريد محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي سفيان يرى هذه النيران، فسأل من معه من ما هذه النيران؟ قال الآخر لعله أو لعلها، قال الآخر لعلها لخزاعة. فقال أبو سفيان خزاعة أضعف من ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمه العباس رضي الله عنه ليرى ماذا تريد قريش، فجاء ومعه أبو سفيان وما زال على شركه، فرأى ما رأى من قوة المسلمين، رأى أناسا من الصحابة يتسابقون في إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآهم يفتدونه بأنفسهم عليه الصلاة والسلام، فزاد ذلك من معرفته لقوة الإسلام والالتفاف الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام. العباس رضي الله عنه قال لابن أخيه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام وهو المعلم وهو الحكيم الذي علمه الله سبحانه وتعالى وأدبه فأحسن تأديبه، قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فقال أبو سفيان سبحان الله محمد يساوي بيتي بالمسجد، إن هذا لشرف عظيم. وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم حيث وضع الأمر في مكانه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبس أبا سفيان في الوادي حتى يرى استعراض جنود المسلمين، فكان ذلك ازدياد رهبة أبي سفيان ومعرفته بعظمة المسلمين وبقوة هذا الدين. ودخل صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع قول عبادة بن الصامت اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الكعبة، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الكعبة. ودخل عليه الصلاة والسلام متأطئا رأسه حتى كادت لحيته أن تمس رحاله صلى الله عليه وسلم، ودخل وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأخذ يكسر تلك الأصنام التي ملأت فناء المسجد الحرام 365 صنم، لم يحطمها صلى الله عليه وسلم إلا بعد 21 سنة من بعثته عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يترقب؟ كان يترقب عليه الصلاة والسلام تحطيمها في قلوب الناس ثم حطمها في الواقع. في هذا الزحام كلنا يعرف تلك الواقعة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع فضالة الذي أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال فضالة؟ قال اغتنمت فرصة الزحام حول الكعبة في الطواف فأردت أن أقتل محمدا وأريح الدنيا من شره، فدسست
خنجري تحت عباءتي وتسللت في الزحام حتى إذا اقتربت منه التفت إلي وقال: أفضالة أنت؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: ماذا كنت تفعل يا فضالة؟ قال: كنت أذكر الله سرا يا رسول الله. قال: اتق الله، بل كنت تحدث نفسك بقتلي. فقال: قلت ادعو لي يا رسول الله. فوضع يده الشريفة على صدري وقال: اللهم نور صدره وأذهب غيظ قلبه. قال: وضعها وهو أبغض الناس إلي، ورفعها وهو أحب الناس إلي. في هذا اليوم العظيم خرجت من فمه صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة العظيمة. ما هي؟ حيث عندما تجمع المشركون الذين ضربوه وأذلوه وأهانوه، فما كان منه إلا أن قال لهم: ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فصلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من وسمك الله بأعظم وسام، وإنك لعلى خلق عظيم. وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.